أصعب تحدي نزل على اللعبة اللي فقط 1% من اللاعبين اللي ممكن يختموه، وبعدها فيك تتأهل للبطولة العالمية اللي مجموع جوائزها 1 مليون دولار، والمركز الأول بحصل على 250,000 دولار. 20 وين تشالنج، إذا بتوصل ل17 فوز فيك تاخذ باجة حصرية لسنة 2022، وإذا بتجيب 20 فوز فيك تدخل تصفيات عالمية. واليوم راح ألعب تشكيلتي المورتر زابي. تسلم اللايك، تعليق حلو، واللي حاب تدعمني استخدم كود هيم بكل العاب سوبر سيل. خلونا نبلش من الريفلز. بدك تلعب ولا لا؟ لا اوكي. يا بدك كت كت نو كت كت هاب. لا عشان الله، لا 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 ما اعتقد. ما اعتقد صح؟ والله ممكن بعد الفيرس بلت ممكن. ما شكله هو طب هذا بلعب نسخة الحفار الانفيرنو مع فالكيري والجاردز. لا انا هيك بعرف تشكيلته هي النسخة حفار. اه الحفار راح وراحال راح وراحات. انت لها والله ركز. بس ايده سريع اتغير هاي الشغلة من هنا. ايده سريع مجاني هذا. صدق شو قال؟ بس اقول لك هو عنده دارت جوبل. دارت جوبل اسوأ من نسخة هذا برنسس، فالبرنسس افضل لك. كله اسوأ من بعضه. اسمع احكي شو مثل بحكي لك. راح وراح راح وراح لهسه بتهبل لهسه بتهبل. يا بيض الهياكل دائما يلعبهم ورا برج البرنسس. ورا انت قلت اليمين مش ورا. ورا ورا عشان اللوك. غير اللوك انه بتصيد كل اشي يعني. لا هسه يمين كمان بتصيد كل شيء بس باللوك. لا مرات انت هيم بتفلت. كنت الاحظ تفلت منه. راح وراح. راح ورحال راح ورحال. تعب الايباد بزاك يعني. مش انه كد كد كمان، لا اسوأ تشكيلة ضده والله. صدقني انه هو ما هذا لعب مش واحد عادي. الحركة هاي اللي عملها لا مبين انه هو عامل ثلاثة بريدكشنات ورا بعض لعلمك. يا بوي البراميل. اسمع طش مثل بقول لك مثل بقول لك راح وراحال راح وراحال. هي بلشت تضغط بلشت تضغط. في كمان ضربة. بر بر اي دبل دلو... دبل فكك بتخسر. لازم تضل تضغط ما تعطي فرصة انه يعمل شيء. مسك دافع عمه ولا الكنون. في كنون رح يحط. يا زلمة انت شاشة قاعد بصير. دبل فكك بتخسر اضغط. والله زي لسا بقول لك برميل 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 مش شايفة. وقف لعب شوي. والله فتت ضد باب ضد بابا يويا بيبي يودا
بابا يا احا بطلنا نعرف نسولف. بس لا هي التشكيلة يا الله مقرفة، ما بحبش العب ضدها. والله لو دفعنا كمان واحدة مش مقرفة، ياخذ لك كمان واحدة. مع انه غامر 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 خطير يعني. هاي الهيكل العظمي مع زلزال. عادي ما اعرف شارك وين. بالله عليك تفوز، بكون ضايل لك جيم واحد للشارة بعد هيك. يعني شهر 17 بعد الشهر جد؟ 19 سابق يا مؤيد، بس عندك شهر 22 اللي جاب 19. حلو حلو صغير والله. في 4 سير كيف؟ فكر على 20 انا. لا يعني هي حسابي في شهر 18. والله هي على شهر تبع حسابي 19 بكون مكتوب عليها، لأن لما تكبس عليها هي 19. اوه والله حلو. كيما بالله عليك هذا جيمك يعني، ولو تنحت معك تصيد كم فير او اشي، فاهم علي؟ فالجيم لك لا تبارخب ولا بارع. حاسو منوب هسا شيخ، حاسو منوب انت بتنقلب عليك هسا. كيف مؤيد؟ والله بقلب عليه اقسم بالله، ترى انا بعد مش متجوز، والله بدي احميها زي ما انا، والله بقلب عليه. بقلب عليه قال صيد سيارات، هي صيدها مفروض. ابشر العيون دينا خا. والله لعبتها هون في ربول. اسمع اعصار بدل الفير سبيريت فدير بالك يحط لك اعصار مره بريدكشن للهياكل، حطش هياكل دفاعيه للهوك مع زلزال ومع اعصار، تضلك دافع وبتصير تصيد ومع برميل غول هيك برميل الهياكل. حلو بات رح ياخذ دمج. حلو فيرين جي، بس هد اللعبة شوي. حاول اذا حط هيك العظمي تعمل بلوك انه البرج بس يمسك هذا. حلو دافع دارت طيب في اثار. حلو هيمو فاير بول هجومية اذا بدك، سيبك من الدارت. طيب هسه اكسيرو 6 رح يحط 10 هيك العظمي مع هوك. في هوك هسه يسار، حط بات فاير بول على البرج سريع. وحش والله وحش كفو. ايه واحد تخيل خسرت، تخيل خسرت. اسمع درجة واحد هسه بدي كمان جيم بجيب الشعرة صح؟ يا اخوان الجيم الاول اها مين هذا؟ تبع روش، تبع روش انزل زي ما بعرف العالم موصل، بس كثير ايزي علي. اوف مين طلع نهيمة؟ مين هاد؟ والله طب هذه تشكيلتك ميرور ماتش. طب سؤال دقيقة، شو اوف مين طلع نهيمة؟ ايش بتنقص فيا هسا انت؟ مين هاد؟ قول لي مين هاد بسرعة! لاعب يا ربع عادي، شو يعني لاعب مهلاب صح؟ ما هو بالمشكلة مبين عليه، هو اللي هسا بيحكي. طب نهيمة هذا بيلعب مع لعبنا مش ميرور ومتطور ممكن. وشو هاد؟ والله وحش، بس بالله عليك تخليك على نفس الريتم باللعب، هو مصفر حاليا اخ. ارمي سعد دينك والله. بالنسبة لي افضل دفاع شفته بحياتي حاليا اللي صار. معلم اقل نتائج فكرت راح ياخذ البرج انا. لا انا لعبت عشان اشيل البرنسس 3 ان 1 معلم. شو اسم اللاتو؟ قلت لي شو اسم اللاتو؟ ركز ركز هسه مش وقت. شو شو سبلات سبلاتو؟ سبلات لسه ما لعب. توقع في ذا لوج او اسهم ممكن وركت. اح ليش ركت يعني؟ في ما لا تلعب اشي انت من ورا كثير بلاش. ايوه هيك خلي في مسافة بينك وبين البرج.
ذلوق بطل كارت هاي الهياكل صرفه ماش الا ذلوق بدك ابيليتي بدك ايش داعي لا حلو شبك دافع عنه يقدرش يقدر طيب يلا تمام حلو راح يرمي ذا لوك حلو روح كفو شبك راح يشبك هذا حلو حلو فير بول على البرج اول ميسر معك سريع وحش يسعد دينا الف مبروك والله محنك خوف الشارع غصبا عن رغم عن انوفكم ايها الحاقدون العارصون ليتس جو جي جي هاك الشارع معي الا لا ليلو الا لا ليلو سكر الباب اوكي يا اخوان تصبحوا بخير يعطيكم العافيه نفقد ان شاء الله باي باي شارب ملفه يعني ما صدق انه جاب 18 بيع عليه منوب بيع عليه هجنه كيف هذا بيكون معلم طول حياته ورا البقر بالاخير بفوت على مطعم زي هيك بس تاخذ شو حالك مقلب وركز تايزا طب هذا يا مورتر زيك يا عملاق مقبره هسه ببين مورتر مع مليون هورت صح؟ ايه لا ما دام معه باتس بكون ما في معه مليون هورت سبير جوبلينز ياكل معه سبير جوبلينز لا ولا سبير جوبلين شو معه؟ اه ممكن سبير اه سبير جوبلين بده شيء ثاني جوا معه كانون كارت كانون كارت اه بويزون معه ماسكي ماشي معه ماسكي ماسكي وذا لوك ضل معه هسه في معه اشمطه بريدكشن على السكوتن ارمي يلا موت عند السكوتن اباتس رح يرمي ذا لوك هو معوش إلا سم هسا فكرة هياكل في مورتر نص هسا حلو الفندج لك اه في ماسكي ايوه بلاش تصيد صير صيد معه صح اخذ طرمه لانه هداك اللي فاز عليك باللايتنينج كان ضل يصيد بالعقل طرمه انا اللي مضايقني البويزن حلو خلي الكانون عالي اذا بدك حلو عشان ما يصيد باب بويزن فهمت علي حلو اخ في ماينر ريلوك في بات شكله ما عاد لوج خلنا نايمة نظرية إلك علق النت علق النت دقيقة دقيقة ما صار اشي ما صار اشي
انت ترى اللي بيضايقك الباتس قاعد ذا لوج البويزن لوج هانجته هاي ايش مطفى يا ربولات راح تستفيد لقدام راح تموت حلو راح تموت ايوه يلا موتو يلا الماينر يمكن ورا يحطه ايوه خليك يجيب واحد ثاني يلا اخشم برميل فيربول اول ما يصير معك خلي فيربول اول كرت عندك عشان تجيب واحدة ثانية اذا تقدر خلال 15 ثانية تسيطر بالهياكل بسرعة جيب فيربول ثاني باي طريقة اصرف اقل اشي اكسير عندك بسرعة فيربول بسرعة حتى لو هاي ما بقدر لو رميت غلط ذا لوجات اخو النايمة تعرف الفرق معه الماينر ماينر ذا لوج فرق يعني آه. معنى البويزون الاريا اقوى بس عادي تتجنبها بس ذا لوج بس يلا جيجي لا انا حسيت حالي موتش اجريس يس اه 17 على التبن حرام